ايوه بالراحه على الميكانيزم بقى. لا الشك حلوه بس الشك صعبه شويه. ايوه فليكسبل بقى، سيبي نفسك مع المزيكا. ليه العنف ده بالراحه؟ قطعه الغير غاليه ومش موجوده، نقعد ندوخ عليها بقى. اتفضل. زيد فضلك يا حبيبي. ما بتقولش. اسحب. ما بتسحبش. اسخنها لك. سخن يا حبيبي سخن. وانت زوزة ما تيجي معمل لك اسكان. انا اسكان علي افضل معاك العمر كله. قرب. 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 ما تقربلوش يا زومبي، ما تسخنلوش يا لذيذ. يوسف يوسف ترقصلوش، ما ترقصلوش. ما رقصش لمين؟ ايه؟ لا ولا حاجة. ده انا نايم بقالي قد ايه؟ مفيش، انت يعني يا دوبك طردتني، قصدي يعني خرجت وسبت لك الاوضة ورجعت لقيتك نايم. يا ريتني ما نمت. انت مش متخيلة المعلم عمل ايه في لذيذ وزومبا فوق يا سارة. انا هطلع له تاني. لو النبي يوسف ما تطلعلوش لوحدك. ليه؟ لحسن تتخذ انت كمان المره دي. ايه؟ ايوه صح، انا مش هينفع اطلع له لوحدي فعلا. بص بقى يا معلم، انا لقيت لك حل ما يترفضش. هاخد منك زومبا ولذيذ وهديك روبوت احسن منهم 100 مره. ايه رايك؟ ديل؟ وده بقى احدث في امكانياته بتاع ايه؟ ده احدث بكتير وبطاريته بتقعد اطول ويعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. واسمك ايه بقى؟ ده ريبوت لذيذ برو ماكس اس بلس. ده ابو 3 كاميرات؟ 4. وبتعمل ايه بقى لذيذ برو فاكس اكس بلس؟ اللي تؤمر بيه. خده بقى جربه 3 ايام ولو ما عجبكش بحق عرب. حق عرب؟ لكش دعوه انت بالكلام ده يا باشمهندس. انا هاخده اجربه، لو ما عجبنيش هرجعهولك. او ارميه. ايه اللي ارميه؟ لا يا باشمهندس، انت عارف الروبوتات دي قبول، والواد ده مش لاقط معايا شبكه، خلوهولك. ازاي بس يا معلم؟ ده جديد، خده انت وادينا انا التانيين المستعملين دول. انت امتك برضك مستعمل يا باشمهندس؟ خلي لك انت الجديد. يا معلم انا مش عايز الجديد. مش عايز الجديد اكيد؟ لا يا معلم مش عايزه. از يو نايك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.